عام 2010 تفاجأت بالليل انه تجي قوة عسكرية على البيت، وقالوا انه طالبيك احنا بشوط ربع ساعة استفسار ترجع. فذهبت معهم، فاكو بيوم يعني عناصر انا مشتغلين وياي يعرفوني شخصيا. طلعت من السجن ورا شهر، ساموني بصورة مباشرة بعد اكثر، جابوا الاوراق اللي هم مرتبيها ضدي، شوفونيها قالوا اذا تعوف الطريق اللي انت تمشي بيه، تعوف موضوع المسيح والمسيحية والكنيسة، هذه الاوراق كلها تعتبر ما موجودة، وتعيش حياتك طبيعي، وحتى لا تسافر نساعدك، لا تفتح مشروع نساعدك، ايش، واذا ترفض فتعرف شنو المصير. ذيك اللحظة كانت حياتي مفترق طرق، وفعل هو كان الصقل الحقيقي اللي صقلني به المسيح في حياتي في ذيك الأيام. فرفضت هذا الكلام ورجعوني من جديد للسجن